النهارده دي خلاصة المحاضرة بتاع النهارده اللي انتم معرفتوش تسجلوها في مقرر علم الحاسب، وكنت بدأت معاكم بالحاجات اللي فاتت، الانكود والديكود واللوجيك جيتس والكلام ده. فهقول الخلاصة بتاع المحاضرة بتاع النهارده لما بدأت معاكم what are the following abbreviations، اللي هي الاختصارات طبعا عشان هتسأل في الاختصارات، زي بي سي اللي هو البيرسونال كمبيوترز، دوس اللي هو الديسك اوبريتنج سيستم نظام التشغيل، الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، الوين اللي هو الويندوز، الدي بي اللي هو الداتابيز دي الابريفيشن، مايكروسوفت اوفيس اللي فيه الوورد والاكسل والباوربوينت ومهمه كل برنامج فيهم، السي بي يو اللي هي السنترال بروسيسنج يونتس، اتكلمنا عن الاو او بي اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، الاي تي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي، الجي يو اي اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس. وقلت لكم برضو على الكلام اللي فات اللي هو What is the Microsoft Equation Editors، اللي هو البرنامج المصغر اللي هو داخل برنامج الوورد. يبقى البروجرام اوف مايكروسوفت Equation Editor ده بيعمل ريتن وبيعمل بروسيسنج الايكويشنز، تكتب. قلت ازاي ندخل او خطوات او ستيبس عشان ادخل داخل البرنامج المصغر مايكروسوفت ايكويشن اديتور. قلنا ان في there are two first there are two ways. Number one, the first way open word program and click insert. Step number three, click object and choose مايكروسوفت ايكويشن اديتور. والطريقة الثانية ان انا ممكن ادخل على الايكويشن اديتور من فوق على طول وبضغط على الباي واختار المعادلات ان انا هشتغل. وقلت لكم قبل كده ان الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بتعتمد على الكلاسز والاوبجكتس، وفي انواع زي السي بلس بلس، السي بلس، سي شارب، كل دي انواع من الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. وطيب برضو لخصنا الحتة بتاع الكوميونيكيشن نتوركس اللي هي الشبكات بتاع الحاسب، تايبس اوف فيزيكال كوميونيكيشن نتوركس. قلنا تايبس اوف نتوركس لان مان وان، ده الابريفيشنز، هي اللوكال اريا نتورك، المين اريا نتوركس، الورلد اريا نتورك. طيب هناك في حاجات في الماثيماتكس اللي هو النتورك توبولوجي، What are the elements of topology اللي هي البوينت، اللاين، البوليجونز اللي هي النقطة والخط. والمهمنا برضو عن الكوميونيكيشن داتا او البارتس، What are the parts of communication data، واتكلمنا عن What types of the network topology اللي هو الستار topology، الباس topology، الرينج، المش topology، وده اتكلمنا عليه. بعد كده دخلنا في مفهوم جديد خالص وحديث على الموضوعات المقدمة في اللي عن مقدمة الحاسب او علم الحاسب، في تكنيك جديد او اتجاه جديد في الكمبيوتر ساينس بيسمونه تريسوفيك كمبيوتر ساينس، وده عبارة عن برانش جديد في الكمبيوتر ساينس بيستخدم حاجة اسمها النيتروسوفيك سيتس او النيتروسوفيك لوجيك تو ديل ويذ certainty and uncertainty or indeterminacy in information and يبقى دي عبارة عن indeterminacy. يبقى النيتروسوفيك كمبيوتر ساينس ده برانش بيعتمد على النيتروسوفيك لوجيك او النيتروسوفيك سيت اللي هي بتحمل درجات اليقين واللا يقين او فكر الحياد او indeterminacy. نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس has applications in virus domains such as medical image analysis, في deep learning, artificial intelligence and more.
طبعا ده بيساعد على حاجات كتير جدا، ان انا باخد في الاعتبار اللي هي الداتا او الانفورميشن اللي فيها، ان النيتروسوفيك ده او اللي احنا بنطبقه في مجالات الكمبيوترز، في الارتفيشال انتليجنس، في الديب ليرنينج، في حاجات كتير جدا. وهو بياخد قلنا في اعتباره اللي هي بيانات اليقين واللا يقين، وقلنا ان اليقين هو الزيرو والواحد او الممبر شيب فانكشنز، ودرجات اللا يقين اللي هي نون ممبر شيب اند انديترمينسي. طيب سام اكزامبلز برضو عشان ممكن تسال في السؤال، سام اكزامبلز اوف نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس ابلكيشنز، قلنا ممكن التطبيقات دي في الميديكال ايمج اناليسيز. الميديكال ايمج اناليسيز وفي الديب ليرنينج برضو، في الارتفيشال انتليجنس نيوتروسوفيك كان بي يوز تو موديل اند حاجات كتير جدا وذ ابلكيشنز ان ارتفيشال انتليجنس سيستم. فور اكزامبلز نيوتروسوفيك سيتس كان هيلب تو ديزاين اكسبرت سيستم، طبعا هنا في النظم فور ميديكال دايجنايزز، ريكومندر سيستم فور مثلا في التجاره الالكترونيه، في الديزيشن ميكنج، في الديزيشن سبورت سيستم فور مالتي مثلا ديزيشن ميكنج، في داتا مايننج، في البيج داتا، في حاجات كتير جدا للنيتروسوفيك. طب قلنا او قلت لكم في الاساس من الاول في المحاضره قبل كده ان من اللوجيك، او قلت لكم قبل كده ان دايما ان اللوجيك، من اللوجيك وصلنا للابلكيشنز في الكمبيوتر ساينس، بعد كده اللوجيك تحول لماثماتكس، والماثماتكس تحولت في النهايه الى ما يسمى بالنيتروسوفيك ماثماتكس اللي هي الكريزم ماثماتكس، امبلايز تو اول ترانسليت تو فازي ماثماتكس نيتروسوفيك ماثماتكس. ونفس الكلام بالنسبه للاستاتستكس او الاحصاء، from crisp statistics to fuzzy statistics to nitrosophic statistics and many applications in computer science and nitrosophic information system. الحاجة التانية ان يبقى اصبح فيه زي ما قلت لكم قبل كده ان البروبلم بتحول للداتا، الداتا بتعمل لها المعالجة البروسيسنج، بتروح الانفورميشن، بعد كده من الانفورميشن اللي هي النوليدج، بعد كده من النوليدج بنوصل للديزيشن او الويزدم واتخذ القرارات للاوبتيمال ديزيشن. دي الكلام ده قلت لكم قبل كده، ان من البروبلمز عن طريق الماثيماتكس بتتحول للانتروسوفيك داتا اللي هي بتجمع الانسرتينتي اند سيرتينتي داتا، بعد كده بنوصل للانتروسوفيك انفورميشن للنيتروسوفيك نوليدج. يبقى في ثلاث حاجات رئيسيه في النيتروسوف، في نيتروسوفيك داتا، في نيتروسوفيك انفورميشن، في نيتروسوفيك نوليدج، في برضو وفي نيتروسوفيك برضو الديزيشن بيساعد النيتروسوفيك جراف ثيري. انا هعمل لكم شير في الشاشه اللي انا هتكلم عليها، هنتكلم في شويه حاجات الاول مبدئيا. ماشي، ما سامعيني كلكم يا شباب؟ ها حد يرد؟ حد يرد؟ مع مع حضرتك حضرتك يا يا دكتور. دكتور. طيب تمام. المهم هعمل شير، عملت شير للشاشة اهو، مش عارف شايفينها ولا لا. انت اعمل لي، مش مسموح، اعمل لي مسموح يا احمد، اعمل لي مسموح بشير للسكرين يعني. معايا يا شباب؟ حضرتك يا دكتور، بس هو ممكن المايك عنده معلق. طيب ما انا عارف، بس يعمل لي شير، بس المسموح بيشير للشاشة. جرب كده يا تمام دكتور. تمام ماشي تمام.
شايفين الشاشة دلوقتي؟ معايا يا شباب؟ احنا من ضمن الموضوعات، مع حضرتك. تمام. عشان احنا عايزين نتكلم عن ان توصيف الجراف ثيري من الموضوعات المهمة في مجال الحاسب، فأنا هعمل بس حاجة بسيطة. هنتكلم عن من الشكل اللي قدامك ده، تمام؟ شايفينه؟ ان من الكريسب لوجيك، الكلام ده قلت لكم في البدايه من زمان، بس عايز منظمه لكم عشان نشرح ان تلسكوب الجراف وان تلسكوب الكمبيوتر ساينس. فروم كريسب لوجيك، كريسب لوجيك اللي هو المنطق الكلاسيكي العادي، ظهر بعده ليدز تو فازي لوجيك، ليدز تو نيتروسوفيك لوجيك، ليدز تو ابلكيشنز ان كمبيوتر ساينس اور نيتروسوفيك انفورميشن سيستم. يعني بعد كده بقت الاجهزه من المنطق تحول للماثيماتكس، تحول للاستاتستيك، الكلام ده بس بسرعه تعرفوه. فروم كريسب لوجيك تو انفورميشن تكنولوجي. يبقى كريسب لوجيك، بعد كده ظهرت النيتروسوفيك او الكريسب ماثيماتكس، بعد كده الكريسب ستاتستكس، وهكذا لحد النيتروسوفيك ستاتستكس. يبقى هنا اللوجيك والماثيماتكس والاستاتستكس ادوا الى الانفورميشن تكنولوجي او الحاسب، زي ما قلت لك في البدايه ان الكمبيوتر ما هو الا شويه معادلات من او اوكتين من المعادلات الرياضيه. انا دلوقتي بس دي الحته الصغيره، ليه بقى؟ انا عايز في النهايه هوصل للنيتروسوف الجراف ثيري او النيتروسوف الجراف اللي انا بعته هنا. من ده مهم جدا، انا قلت لكم قبل كده في بدايه الترم خالص ان من البروبلم ماثيماتكس اند مودرن تكنولوجي، وازاي هطبقها في البايو انفورماتكس بعد كده. ده مهم جدا، الحاجه دي من فروم بروبلمز تو داتا، داتا بروسيسنج انبوتس اور ليدز تو انفورميشن. لما ما اعمل بلاننج او تنظيم للانفورميشن بوصل للنوليدج. بعد كده الديزيشنز او الاوبتيمال ديزيشن. وقلنا ان الماثيماتكس، ان الكمبيوتر في النهايه او التكنولوجيا بدايتها ماثيماتكس، لوجيك تيبل، بعد كده لوجيك جيتس، بعد كده بعد اللوجيك جيتس اتحولت للالكتريك او الدوائر الكهربيه، بعد كده الدوائر الكهربيه تحولت الى التكنولوجيا. ده الخريطه دي مهمه جدا. ازاي؟ هسالك سؤال مثلا، في ازاي من اللوجيك وصلنا للمودرن تكنولوجي، الشكلين اللي انا بعت لكم الاثنين دول، تمام؟ دي ملخص البروبلم. فروم ماثيماتكس تو ليدز تو نيتروسوفيك داتا، وين بروسيسنج نيتروسوفيك داتا ليدز تو نيتروسوفيك انفورميشن، اند وين بلاننج اوف نيتروسوفيك انفورميشن وي ليدز تو نوليدج، فروم نوليدج بنحصل على نيتروسوفيك ديزيشن او الويزدم او الاوبتيمال ديزيشن. يبقى انتم هنا ثلاث حاجات رئيسيه. الكلام ده انا بقوله بسرعه لان هنبدا بقى في الحته المهمه. السؤال هنا النيتروسوفيك وعلاقته بالارتفيشال انتليجنس، كل اللي احنا قلناه ده. عندي ثلاث مصطلحات رئيسيه. وات از ذا نيتروسوفيك داتا؟ الداتا نيتروسوفيك داتا، نيتروسوفيك انفورميشن، نيتروسوفيك نوليدج. زي ما قلت لكم في البدايه خالص ان في داتا وفي انفورميشن وفي نوليدج. ده في الكريز. من الكريز بعد كده وصلنا للنيتروسوفيك داتا، نيتروسوفيك انفورميشن، نيتروسوفيك نوليدج. طيب وات از نيتروسوفيك؟ نيتروسوفيك بيجمع ما بين اليقين واللا يقين، اللي هي السيرتينتي والانسيرتينتي داتا. بعد كده البروبلمز، هلخص كل اللي فات في الشكل ده، فروم بروبلمز تو ترانسفورميشن problems into nitrosophic data. When processing nitrosophic data هنتحول للانفورميشن او النيتروس. كل الكلام ده هو اللي فات بس بنظام او عن طريق النيتروس. طيب processing and organize or planning nitrosophic information leads to knowledge from logic. مع knowledge او مع المعرفة الاكسبيرينس، شوف الشكل الجميل ده في الويزدم، والاخر بوصل ل الكريدت اللي هنا اللي في الاخر بوصل للابليت ده. يبقى النولج اكسبيرينس ويزدم
بعد كده الابداع دي. طيب what is the relation between neurosophic and artificial intelligence؟ يبقى الشريحه اللي انا بعتها لكم دي الواحد اثنين ثلاثه اربع شرايح فيهم سؤالين. اخر حاجه كل ده ممكن تسال عليه neurosophic mathematics and computer science كله اللي انا قلت ده كله. او the relation between neurosophic mathematics and computer science, the neurosophic mathematics and artificial intelligence. Artificial intelligence الذكاء الاصطناعي من داخله في deep learning, في neural networks, في machine learning. يبقى artificial intelligence consists of machine learning, neural networks, deep learning. يبقى الذكاء الاصطناعي بيحتوي على أو هو انت شايفين الدايره الكبيره دي كلها بيحتوي على الماشين ليرنينج تعلم الاله ومع النيورال نتورك مع الديب ليرنينج. طيب النيتروسوفيك هنا بيجمع ما بين الصدق والكذب, ما بين اليقين واليقين اللي هو السيرتينتي اند انسيرتينتي. ده النيتروسوفيك جابس او النيتروسوفيك ريليشن. يبقى النيتروسوفيك consists of contains or combined between certainty and uncertainty. ال uncertainty في الغموض, ال contradiction في التناقض, ال contradiction في neutrality اللي هي الحياد. خمس حاجات في اللا يقين كده. هنبدأ بقى في الحتة التانية الجديدة. دي كلها مقدمة بس ده في سؤالين كتبتهم. ها أنا عايزكم تكتبوا السؤالين على الثلاث شرايح دول أو الأربع شرايح معايا. السؤالين اللي هي قايله لكم في البداية خالص, what is the relation between mathematics and computer science, أو from crisp logic, أو from logic to computer science and neurosophic artificial intelligence. ده كله يعتبر في سؤال واحد. عشان تعملهم لي فيه تكتبهم لي فيه الملخصات الشرعية معايا. طيب الثانية خلاص كده معايا خلاص يا شباب. حضرتك يا دكتور. يعني انتوا معايا فهمتوا اللي انا عايز اقوله وكتبتوا اللي انتوا عايزينه؟ ها؟ دكتور ما سؤالين, محدش. relation من ماس تو كمبيوتر ولوجيك تو كمبيوتر ساينس او الذكاء الاصطناعي. والارتفيشال. ايوه والارتفيشال انتليجنس. تمام كده تمام. تمام معايا ولا ايه؟ تعالوا بقى للحته الثانيه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده في وات از ذا فولوينج ابريفيشن. الابريفيشن بتاع برضو مطلوب منكم الابريفيشنز او الاختصارات في المصطلحات في الكمبيوتر. البي سي طبعا زي ما اتفقنا قبل كده, اما اقول لك اعطيني او جيب ذا فولوينج ابريفيشن دي بتاع ايه. البي سي مثلا اللي هو البيرسونال كمبيوترز, دوس اللي هي الديسك اوبريتنج سيستم, الاي اي ارتفيشال انتليجنس, ويندوز WIN داتابيز اللي هي الدي بي, مايكروسوفت اوفيس, مايكروسوفت ام اس, سي بي يو اللي هي سنترال بروسيسنج يونت. في انت شايفين الشاشه ولا لا يا شباب؟ انا بس شايفين لا. تمام يا دكتور. شايفين واضحه واضحه يعني. طيب الاوبجكت اوبريتنج سيستم اللي هي برضو الابريفيشن بتاعها, الاي تي اللي هي الانفورميشن تكنولوجي, طبعا الدوس الجي يو اي اللي هي الجرافيكال يوزر انترفيس. طيب انا كلمتكم عشان تقدروا تكتبوا معادلات او مصفوفات او معادلات في الفيزياء او في الكيمياء او في الرياضيات. فاكرين انا كلمتكم عن المايكروسوفت ايكويشن اديتورز, فاكرين يا شباب اللي هي اللي داخل الوورد. يعني قلت لكم افتحوا ملف في الوورد داخل الوورد
وتفتحوا المايكروسوفت ايكويشن اديتور وتكتبوا فيها مصفوفات، تكتبوا فيها محددات، تكتبوا فيها معادلات كيميائية، تكتبوا فيها معادلات في الفيزياء. فاكرينها ولا لا؟ What is the نعم. Microsoft Equation Editor؟ What is the Microsoft Equation Editor؟ طيب خليكم معايا هفكركم بيه. هتفتحهم بعد كده الوورد عادي الوورد، وتدخل على المايكروسوفت ايكويشن اديتور. مايكروسوفت ايكويشن اديتور بروجرام اند ات ديزايند باي اوبجكت اورينتد بروجرامينج. دي بيعمل ايه؟ بيكتب المعادلات الايكويشن، بيكتب الماتريكس، بيكتب الفيزيكال ايكويشن، بيكتب المايكرو ايكويشن، بيكتب كل حاجه في الايكويشن الماثيماتكس ايكويشن معايا. طب خليكم معايا، اما تفتح الوورد عندك دي الخطوات اهي. وات ار ذا ستيبس اوف انتر ذا مايكروسوفت ايكويشن اديتور؟ اول حاجه اوبن وورد بروجرام. خطوات عندك اهي ذا فيرست ستيب، بعد كده كليك انزيرت، بعد كده كليك اوبجكت، وهتختار من الاوبجكت تشود مايكروسوفت ايكويشن اديتور. دي الطريقة الأولانية، عرفتوا هتفتحوه إزاي؟ خليكم معايا هقول لكم بالبلدي بقى كده خالص، إن أنت هتفتح برنامج الوورد عادي، بعد كده هتفتح هتضغط على القائمة المنزلقة في الوورد اللي هي انسيرت أو إدراج، بعد كده هختار أوبجكت، هضغط على الأوبجكت، هختار من الأوبجكت مايكروسوفت إيكويشن إديتور، هيظهر لي شاشة اللي هي المعادلات، معادلات ومصفوفات والكلام ده. وممكن ندخل لشاشة المعادلات بطريقة تانية سكند واي في الفيرجنز الحديثة، ان اوبن وورد بروجرام بتفتح الوورد وتعمل كليك على الرمز باي اللي فوق في المايكروسوفت وورد، وتختار بقى، وتختار الكلاس والاوبجكت في كل حاجه معايا. يبقى انتوا معايا شباب ولا انتوا نايمين ولا ايه؟ ها حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يعني الوقت مايكروسوفت ايكويشن هتعرف تفتحوه اديتور اللي هو برنامج معالجه المعادلات. طريقتين، طريقة من الانزرت وطريقة من الباي اللي فوق موجودة في معايا. طيب what is the fundamental of object oriented programming اللي هي برمجة اللي هو الشيء دي معمول بها كل حاجة، اللي هي الاساس بتاعها حاجة اسمها الكلاسز والاوبجكت، ودي معمولة بحاجة بلغات السي، سي شارب، السي بلس بلس، سي وهكذا. What types of physical communication networks؟ لما بقى موضوعات مختارة، أنا بكلمكم على النتوركس، قبل كده قلت لكم عن النتوركس صح؟ اللوكال اريا نتورك، المين اريا نتوركس اللي هي اللان والمان والوان معايا؟ فاكرينها ولا لا؟ حضرتك دكتور. فاكرينها ولا لا؟ اللي هي ايوه الشبكات. دكتور. قلتها لكم، قلت لكم حاجات، انا بدي لكم اسئله عليها والحاجات دي هبعتها لكم تاني كلها. What are the elements in topology؟ التوبولوجي نتورك، توبولوجي انواع، مش احنا قلنا الوقت هتسال هنا. What types of physical communication networks؟ LAN، MAN، WAN. What is the network topology؟ What are the elements in topology؟ احنا قلنا في التوبولوجي في point، line، polygons. What the examples of topology اللي هي دي ان اي والجي اي اس والجي بي اس في التوبولوجي. What is the bars of communication data؟ الكوميونيكيشن داتا زي ما قلتها لكم قبل كده. What kind of network topology؟ اها ديت مهمه جدا. What types of the network topology اللي هي المش topology، الستار topology، الباس topology، الرينج topology والكلام ده. دي معناها كلمة توبولوجي معناها القمة أو المكان، أو هو علم دراسة المكان. علم دراسة المكان طالما بتكلم عن اتصالات يبقى أنا بتكلم عن لان ووان ومان، اللوكال اريا والمين اريا والورلد اريا،
وعن طريق الماثيماتكس في حاجه اسمها النيتروسوفيك توبولوجي. يبقى انت هنا الابريفيشنز خلاص هتساله في الابريفيشنز عموما، بعد كده ازاي ما هو ايه مايكروسوفت ايكويشن اديتور، وازاي ندخل لها عن طريق الوايرد، وازاي نعملها افتح عندك عملي واعمل ملف في المايكروسوفت ايكويشن، تكتب معادله دخل مصفوفه تمام، او تعملوها في العمل يعني. طيب وات ذا اوبجكت اورينتد بروجرام؟ اوبجكت اورينتد بروجرام الاساس بتاعها اللي هي الكلاسز والاوبجكت اللي اتعمل بيها كل حاجه سي. انا يهمني هنا وات تايبس اوف فيزيكال كوميونيكيشن اللي هي اللوكال اريا والوان واللان والمان، والتوبولوجي اللي هي وات تايبس اوف نتورك توبولوجي. طيب خلاص كده كتبت ومسكت ورقه وقلم، كتبت الملاحظات اللي انا بقولها يا شباب ولا لا؟ تمام يا دكتور، بس يا ما هو دكتور انت ينفع حضرتك تبعت لنا البي دي اف هبعت، دوت؟ بس هبعت بس تكتب ملاحظات عندك وانا بكلمكم، عشان لما ابعت لكم البي دي اف تبقى انتوا فاهمين انا اقول انا ايه المطلوب بالظبط. تمام معايا؟ مع حضرتك. يا عمر، لا يا دكتور، ما انت اللي معايا. عبد الرحمن، عبد الرحمن، ايوه دكتور مع حضرتك. طب انت فهمت ايه يا عبد الرحمن؟ معلش انا هسأل كل واحد بقى عشان ما تزعلوش منه، ولا لسه داخل سامعني حالا. وخلاص؟ لا لسه داخل حالا بس. ايوه، يبقى كل ما اسأل واحد يقول لي لسه داخل حالا. ماشي، لا عشان النت كان وحش بس. امال مين؟ الاء؟ اه علاء. مع حضرتك يا دكتور. ايوه فهمت ايه يا ماما؟ فهمت ايه؟ قولي لي كده فهمت ايه؟ إيه المايكروسوفت ايكويشن اديتور ده في الوورد بندخل عليه، يعني هو زي الاكسل كده، عشان لو انا عايز اعمل معادلات او حاجه من دي شاطرة، او ما جداول بدخل عليها من الوورد، وفي طريقتين، في طريقتين ليها يعني. جدع شاطر. طب الأولانية بقى الابريفيشن الأوبجكت أورينتد بروجرامينج اه اللي والابريفيشن، هي الاو او بي. تمام. وقلنا اه إن والسي بي يو كده. نيتروسوفيك ارتفيشال انتليجنس، الكلام اللي احنا قلناه صح؟ اه تمام. اه تمام، شكرا يا بنت، شكرا. خليكم معايا بقى، أنا العفو. بتكلم، في إيه؟ دلوقتي هنتكلم وات ذا نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس. انا اديت لكم كل حاجه اهو يا جماعه عشان ايه ما فيش حجه، وملخصاتها بالكلام بتاعها وات ذا كمبيوتر نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس. ذا نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس از ا برانش اوف كمبيوتر ساينس ذات يوزز نيتروسوفيك سيتس، نيتروسوفيك لوجيك. مش انا بدات لكم في البدايه من اللوجيك ازاي وصلنا للكمبيوتر ساينس؟ معايا؟ طيب بيعمل ايه النيتروسوفيك؟ اللي فيه uncertainty and inconsistency او certainty data or and indeterminacy in the information and reasoning. Neutrosophic states are generalization of fuzzy states and instantistic fuzzy states and paraconsensus of states that represent the true والفولس والانديترمنسي. انا هفهمكم الحته دي دلوقتي. النيتروسوفيك لوجيك از جنراليزيشن اوف ذا كلاسيكال لوجيك، فازي لوجيك، انشتنستيك لوجيك. طيب هنا بقى وات ذا نيتروسوفيك كمبيوتر ساينس، اشرحها لكم كده اهو، خليكم معايا. الكمبيوتر ساينس معمول من زمان اللي هو الكريسب كمبيوترز، بعد كده ظهر الفازي في تطبيقاتها في الكمبيوترز اسمها فازي سيتس، بعد كده ظهر نيتروسوفيك. الكريسب زي ما قلت لكم قبل كده مبني على لا اما ابيض او اسود، لا اما الصفر والواحد اللي انا قايلها في بدايه المحاضره، اللي هو درجه الكذب والصدق اللي هي صفر او واحد. الفازي عمل درجه اسمها درجه تاكد ممبرشيب فانكشنز، ودرجه عدم التاكد اللي هي نون ممبرشيب فانكشنز للبيانات والمعلومات او للديتا والانفورميشن. النيتروسوفيك بدا بثلاث مركبات اللي هي ممبر شيب، نون ممبر شيب، انديترمنسي. انديترمنسي دي اللي في الوسط اللي هي اللي واقف على الحياد، يبقى في درجه تاكد وفي درجه عدم تاكد وفي الحياد. عرفت هو النيتروسوفيك؟ عشان هندخل في النيتروسوفيك جراف ثيري، يبقى ده
ندرسه في الكمبيوتر ساينس. انا شرحتها لكم قبل كده صح ولا لا؟ ايه هو النيتروسوف؟ هنا دخلناه على النيتروسوف كمبيوتر، فاكرين ولا مش فاكرين يا شباب؟ اللي هي الدرجات في الجراف ثيري، لما قلت لكم الفيرتكس وال اللي هي الرؤوس، عبد الرحمن، ايوه عبد الرحمن، خليك صورتك حلوه عبد الرحمن. نيتروسوف كمبيوتر ساينس هاز ابلكيشن ان فيروس دومينز such medical image. يبقى انت هتسال هنا ازاي؟ What is the nature of computer science and what is the nature of computer applications؟ اهي انا عاملها لكم بالاصفر هنا، nature of computer science has applications in virus domain such as medical image analysis, deep learning, artificial intelligence and more. It can help to improve برضو للكمبيوتر الجوريزم. هدي لك بعض الاكزامبلز، some examples of nitrosoft computer science. الاكزامبلز هنا يبقى انت هتسال هنا ازاي؟ اكتبوها كده اهو. What is the nitrosoft computer science and its applications؟ وقول لي and give some examples. ماشي، اعطي some examples of nitrosoft computer science application. اهو هقول هنا ايه، في الميديكال ايمج اناليسيز، وانتوا كناس بتوع بايو في نيتروسوفيك، يبقى النيتروسوفيك سيتس كان بي يوزد ذا دايجنايجز او الكلاستر السيجمنتيشن الكلاسيفيكيشن اوف ميديكال ايمج، كل ده ممكن يعمل عشان يعمل يعالج النويزز، يعالج الغموض، يعالج حاجات كتير جدا في، وعملنا بيه تشخيص في أشعة إكس، وعملنا بيه في فيروس كورونا وإزاي يشخص، وعملنا بيه صور على المخ في الميديكال إيمج أناليسيس، نيتروسوفيك ميديكال إيمج أناليسيس. في الديب ليرنينج نيتروسوفيك سيتس كان بي يوزد إن هانس أوف، يعني ده في حالة الديب ليرنينج بيعمل تحسين للأداء في المودلز المختلفة. For example, the Nitrosophic set can help to improve the transfer learning of deep neural networks for COVID-19. لما بعمل تشخيص أو الكوفيد أو أعمل إن أتعامل مع الكوفيد يعني. The image classification of برضو ممكن أعمل توصيف classification للimage. What is the artificial intelligence and nitrosophic sets؟ برضو ممكن أستخدمه في مع الـ artificial intelligence، والكلام ده كله أنا قلته خلاص. يبقى إحنا كده المحاضرة دي يعتبر 3 أجزاء، الـ3 أجزاء، الجزء الأولاني إن أنا أتصلت من الكريسب لوجيك للكمبيوتر ساينس للارتفيشال انتليجنس، المحاضره الثانيه قلنا اتكلمنا عن الجزء الثاني، اتكلمنا عن الابريفيشن، بعد ما اتكلمنا عن الابريفيشن اتكلمنا عن مايكروسوفت ايكويشن اديتور في المايكروسوفت وورد، بعد كده اتكلمنا عن النيتروسوفيك كمبيوتر ساينس وعلاقته بالنيتروسوفيك والابليكيشنز بتاعته. يبقى هنا يعتبر هنا 3 أسئلة مهمة. الحاجة الأخيرة اللي أنا بعتها لكم بقى في الآخر، اللي هي كانت اللي هي كانت إيه؟ أنا بعت لكم حاجة في الآخر اللي هي الجراف صح؟ اللي هي معالجة الصور. أيوه هو ده، دي آخر حاجة كنت بعتها لكم، النيتروسوفيك جراف ثيري. يبقى ده الجزء الرابع من المحاضره، يبقى احنا قلنا 3 أجزاء، الرابع ليه هنأجله للاخر اللي انا بعته لكم ده عشان معتمد على النيتروسوفيك. وات از ذا نيتروسوفيك، هنا السؤال برضه، وات از ذا نيتروسوفيك جراف ثيري؟ الجراف ثيري اتفقنا عليه قبل كده ان في فيرتكس وفي ايدجز، وعملنا الكلام ده في
الرسم في الجرام. يبقى هنا هنتعرض دي some concepts and operations in anisotropic graph theory. يبقى لازم تعرف السؤال هنا ان هتتكلمني عن anisotropic graph theory. ضيف الاسئله اللي عندك وانا معلم لك على الحاجات اللي احنا هنعملها لحد ما نتقابل ان شاء الله. هعمل لكم امثله بالارقام على الجراف ثيري. انا اعتقد ان انا عملتها لكم، بس هعملها لكم تاني معايا، اللي هي الارقام اللي هي لو عندي فيرتكس A فيرتكس B وهكذا. ده كده خلاص ولا ايه؟ كده خلاص يا جماعه صح؟ اعطيني رساله خلاص. طب يا دكتور، هي الحاجات اللي حضرتك معلمها بالأصفر ديت نكتب اه اللي جنبها كمان لا، ولا ما هو ايه انا كاتب هعملها بس؟ لك بالاصفر عشان دي اسئله تقدر تحطها كراس سؤال وتلخص منها. تمام ماشي. ماشي. المهم انتوا فهمتوا حاجه النهارده؟ انا اعتبر اديت لكم كام سؤال؟ 4 اسئله صح؟ 4 اجزاء المحاضره، 4 اجزاء معايا خلاص؟ حضرتك تمام. تمام ده كده اديتني رسالة خلاص هيخلص. انا بعت لي بقى الفيديو. ها؟ سامح. ابعت لي الفيديو لان خلص. تمام بعت لحضرتك. تمام بس هو عشان مايك عنده انا بايظ. مسجل الغايبين والحاضرين، انتوا حرين بقى. مين لسه جاي؟ موجود من الاول يا دكتور. من قبل الاكل ولا بعد الاكل ولا ايه؟ كل سنه وانت مش طيب. عارف. ها طيب حضرتك طيب. طيب ماشي يا هدى. فهمت ايه يا لا هدى النهارده؟ فهمت ايه النهارده يا هدى؟ ها ما خلاص يا هدى، يا لؤي، يا عمر، ايوه يا دكتور لحضرتك. في ما يا هدى ما بتردش ليه؟ سلام يا يا دكتور. معذرة. هدى، هدى داخله باسمها وخلاص ومش حاضره. ماشي يا هدى. طب انت فهمت ايه من الاول يا مينا؟ مينا ايوه يا شكله دكتور. بقول لك فهمت ايه حضرتك قلت النهارده؟ في كان في انا مش مجمع قوي، بس الحاجات اللي حضرتك قلتها يعني اللي ما كنت انتش هتاخدها. مجمع قوي، مش مشكلة يا مين، انا عارف عشان انت ملبوخ في العيد بقى. يلا. ايوه ايوه ايه قول. يعني شويه، ما اللي هي الملخصات اللي مثلا مايكروسوفت اوفيس، في خدنا بعض الاختصارات لبعض المصطلحات يعني، وخدنا برضو جميل. بتاعت او بي بي طيب وخدنا حاجات الابوند. الارتفيشال انتليجنس مع النيتروسوفت. النيتروسوفيك بيجمع ما بين السيرتينتي اند انسيرتينتي داتا، بيجمع ما بينهم. وقلنا ان الذكاء الاصطناعي جواه الماشين ليرنينج، جواه النيورال نتوركس، صح ولا لا؟ طيب طيب يا هدى، يعني انت داخله يا هدى ومش موجود، سايبه الموبايل وماشي او سايبه الايفون؟ ماشي يا مين؟ شهد ولا مين؟ شهر ولا سهير ولا مين؟ أنا مش شايف يا ولاد. ها؟ لؤي ايوه برضه يا دكتور. نفسي. أيوه لؤي، ما تشرح كده اللي مينا مش مجمع فيه، قول. انا مش مجمع مع مينا شويه برضه، يعني أنت زيه؟ نفس الوضع. ما نفس الوضع. انا ما اعرفش الوضع الاولاني عشان اعرف الوضع الثاني. انا قلت 4 اسئله يا ابني، 4 اجزاء. انا فاهم، بس انا طب لسه مين مش يقول لي مهتم يا شباب؟ مين يقول لي؟ انا مش هسال حد بالاسم. هدى طبعا فاهمه كل حاجه ومش موجود. مين تاني؟ مين تاني؟ احمد شلبي، مع حضرتك يا دكتور. قول يا احمد. قول احمد، قول يا احمد انت وخلاص بقى. هو احنا خدنا طريقتين للمعادلات على الورد،
جميل. الدخول وخدنا على المايكروسوفت ايكويشن. وخدنا انواع الشبكات اللي هي اللان والوان والمان. جال شاطر. كويس. و والجزء الاولاني، الجزء الاولاني من من اللوجيك عشان اوصل للكمبيوتر ساينس او للماس للتكنولوجيا. معايا؟ شاهد فين؟ ها؟ هو واضح، هو في مشكلة عندكم يا شباب؟ ايوه يا دكتور، في مشكلة عندهم في الصوت أو في المايكات طب يا عندهم. عمر، أيوه دكتور. المشكلة فين يا عمر؟ المشكلة فين؟ ده كله يعني في اتنين تلاتة ما بردوش خالص، وهو ده شكلها مش هنا. مش عارف دكتور بصراحة حضرتك دكتور، بس سامعني كده؟ مين معايا؟ أنا انتوا شاهد. ايه يا شاهد؟ يعني معلش انتوا يا دكتور، ها؟ كنت حاطة السماعة فمفيش مايك فيها، مكنتش عارفة أتكلم. طب الحمد لله، الحمد لله. طب قولي يا شادي، فهمت ايه النهارده يا شادي؟ خدنا طريقتين عن ازاي نخش في المايكروسوفت وورد تقريبا، واتكلمنا عن artificial intelligence و و و و خدنا شوية مش ايوه قولي الابريفيشنز، وخدنا الاخوة الدنيتروسوفيك ماثيماتكس اند ارتفيشال انتليجنس والجراف ثيري، تمام. اخر حاجه اللي احنا قلناها اللي انا بعتها لكم، هبعت لكم الملف كامل وربنا يوفقكم، ويا ريت اقدر اكون ان شاء الله نتقابل في المحاضره الواقعيه في الكليه، هعمل لكم شويه امثله. ويا ريت انتوا بس قبل ما تدخلوا على المايكروسوفت وورد وتدخلوا على الايكويشنز وتكتبوا ايكويشنز، او تطلبوها من المعيد عندكم ان انا عايز اكتب ايكويشن على الوورد في العمل معايا. معاك تمام، يا دكتور. تمام فهمتوا حاجه ولا انا مقصر في حقكم؟ سامحوني، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، عيد اخواننا في الانسانيه، الاخوه المسيحيين والاخوه المسلمين، عيد الفطر المبارك، وكل سنة وانت طيب. ماشي، بس هدى عايزة تكلمني اشوف هي راحت فين. هدى مختفي، انا هعلن عنها ان هدى مختفي. ماشي، تمام اسمها موجود ومختفي. ماشي يا شاهد، خليكي شاهد، نعم يا دكتور، خليكي شاهد، ده هدى مختفي. ممكن ها يكون عندها معلق، هكلمها حاضر. ماشي ماشي، يلا ربنا يوفقك يا اولاد ويصلحهم. مش عايزين ماشي يا اي دكتور، حاجه، ابعت لي بقى كل يا التسجيلات دكتور. يا ها عمر، ايوه يا دكتور، ابعتوا لي اخلي سماح تسجيلات احمد، ها أخلص لحد دلوقتي، يبعتها حضرتك. وابعت لي كل حاجه يا رب. الله يبارك فيك، تمام ماشي. عايزين اي حاجه ربنا يوفقك.